بكم إلى التتويج، مساء التتويج ومساء الرموز الثمانية التي شاهدناها من خلال هذه الانطلاقات الكبيرة والتحديات المثيرة. هنا مشاهدين الأعزاء نتوجه بكم مباشرة إلى المقصورة الرئيسية وإلى أيضا المنصة ومنصة التتويج والاستلام التي سوف يتوج فيها ثمانية فائزين في هذا المساء. الشبابية ونايف ولفحة ولبيب ورغد وشاهين واليازي ومفوض، هكذا هي الرموز الثمانية. مخرجنا حسين السيد يذهب بنا مباشرة هنا ليتوج الفائزين. سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان وسعادة عبد الله بن مبارك المهيري، أيضا الكأس الأولى مع الشبابية لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، حيث قطعت المسافة 12 دقيقة 24 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد، وتهانينا أيضا لسلطان بن أحمد بن رشيد ولخميس الغوشري مضمري الشبابية سلالة الشبابي التي فازت بهذا الإنجاز الكبير. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز في شوط الثنايا المفتوح كأس الكؤوس. يذهب هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من خلال أيضا فوز الشبابية والصورة التذكارية الجميلة. تأتي بندقية الجعدان، ولكن البندقية تذهب مع نايف ومع شعار الصعب، صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان. هنا عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان هو أيضا من يسلم، أيضا يستلم هذه البندقية، أيضا بندقية نايف واحد من أبناء الصعب، عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان والمضمر بدر العويسي. تهانينا على هذا الفوز، تهانينا لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان بالبندقية الجعدان. الثنايا المفتوح التي أهدت السلامات إلى أبناء مرغم، سلام الصعب، سلام سلام عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان. نأتي إلى أيضا شوطنا الثالث وكاس الأبكار الثنايا المحليات الأصايل، حيث فازت لفحة لأحمد بن مطر بن مايد رخيلي. هنا مبارك بن أحمد بن مايد رخيلي أيضا يتقدم، هنا أيضا المميز ليفوز مع لفحة بهذا الكاس والكاس الثانية لها في هذا الموسم، بعدما أتت بكاس الخليج هناك بدولة الكويت لتأتي بهذا الكاس. تهانينا لرجل كل الأمتار، تهانينا لأحمد بن مايد الخيلي على هذا الفوز وسلام يا رماح سلام. الشوط الرابع بندقية الجعدان الثنايا المحليات الأصايل التي ذهبت مع لبيب. تهانينا أيضا لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري على هذا الفوز الكبير، تهانينا على هذا الإنجاز. إذن لبيب يضيف إنجازا آخر، كما كان أيضا صاحب رمز في العام الماضي راشد بن حمد العمري من قاد لبيب بالفوز والانتصار. تهانينا على هذا الفوز الجميل الذي توج في هذا المساء من خلال لبيب. تهانينا أيضا لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، لحظات التسليم من سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان. هنا علي بن حمودة الظاهري يرفع البندقية، بندقية لبيب بالإنجاز الكبير في جائزة زايد الكبرى. والمضمر راشد بن حمد العمري، أشكرك يا راشد من قدم لبيب وأتى به في الموعد أيضا وفي هذا اليوم الكبير. نبدأ بأشواط الإنتاج، بأشواط المنتجين، بأشواط الرموز الإنتاج التي أيضا نقدمها في هذا المساء. هنا أبناء علي بن حمودة فرحين بهذا الفوز، فرحين بهذا الانتصار مع هذه البندقية، الفرحة الكبيرة. ولكن نبدأ بكأس الإنتاج، فتأتي الأسطورة رغد ليتقدم سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. هنا مشاهدين الأعزاء بهذا الفوز، هنا علي بن راشد بن غدير الاكتبي أيضا أحد الشباب المتابعين، أحد الشباب المنتجين المهتمين في أبناء بن غدير. تهانينا لهم على هذا الفوز، تهانينا لحمد بن راشد، تهانينا لمحمد بن راشد، تهانينا لعلي بن راشد وسالم بن راشد. هنا حمدان
بن محمد بن راشد بن غدير ايضا يستلم بمعية علي بن راشد بن غدير والدينمو الحميدي بن سالم العمري وراشد بن محمد بن راشد بن غدير. تهانينا والناموس على هذا الفوز الكبير. هذا هو راشد بن محمد بن راشد بن غدير، ايضا الحميدي بن سالم العمري، الدينمو من قاد رغد للرمز الثالث في رصيدها. سلام مرغم سلام، سلام بوابة الناموس سلام على هذا الفوز. ياتي شوط الجعدان، ايضا هناك المحليات الاصايل، فكان شاهين العبيد بن حلوس بن ذيبان العامري هنا ايضا بالتتويج الكبير بالتحدي المثير. لا يغيب رجل الانتاج عن الانتاج، هنا عبد الله بن حلوس بن ذيبان وايضا سالم بن حلوس بن ذيبان وايضا سيف بن حلوس بن ذيبان ابناء عبيد بن حلوس بن ذيبان يتقدمون لهذا الاستلام، استلام بندقية شاهين. شكرا حمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان من قدم الاداء المميز هنا في هذا المساء الجميل. هنا ايضا الابناء يستلمون مع اخوانهم هذا الرمز الغالي. تهانينا من الاعماق وسلام للمصانع الجنوبيه التراثيه، شكرا لكم على تقديم شاهين في هذا الشوط. ياتي ايضا الكاس الاخر وكاس المهجنات، ذهب مع اليازي لاحمد بن سالم بن متعب العفاري. تهانينا لبن متعب وتهانينا وسلام لابناء مصانع الجنوب التراثيه على هذا الفوز الكبير والتحدي المثير الذي قدم من خلال اليازي. إذن علي بن محمد بن علي اليحافي كان مضمرا لليازي. تهانينا له والناموس، وأيضا ها هم أبنائي سالم بن متعب العفاري يرفعون هذا الكاس فرحة بالفوز والانتصار، فرحة الانتاج غير. وهنا علي بن محمد بن علي اليحافي يفوز أيضا في أيضا هذا الكاس مع التضمير. تهانينا والناموس على هذا الفوز. شوطنا الثامن والبندقية الثامنة، بندقية الانتاج، بندقية الجعدان، الانتاج المهجن جنات الأصايل، تذهب إلى مفوض حمدان بن محمد بن خليفة أيضا المهيري. ياتي بن قحيد احد ايضا المنتجين، احد ايضا المنتجين النوعيات الفاخره. هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هذا محمد بن قحيد يتقدم ايضا المهيري، وهنا ايضا الغويس سيف ايضا يتقدم هنا، وهناك الهاشمي المضمر ايضا المبدع دائما وابدا. هذه هي بندقيه مفوض الذي فوض معها بن قحيد. تهانينا والناموس سيف الغويس وايضا الهاشمي هو مضمرا لهذا القعود. تهانينا والناموس للجميع. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، فرحه الانتاج، فرحه الرموز الثمانيه في ايضا هذه الانطلاقات المميزة. هكذا مشاهدين الأعزاء.